فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة في الفنادق التي حول البيت الحرام خلف الإمام جماعة؟ إذا اتصلت الصفوف ضاق المسجد وضاق أيضا الساحات ضاقت وتواصلت الصفوف إلى ما الفندق الذي أنتم فيه فلا بأس، أما إذا كان فيه فراغ بينكم وبين الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.